طبعا قبل فترة وصلتني منتجات من نايس ون، فجربتها وكان عندي الوقت الكافي إني أشوف نتائجها. المهم إني اللي وصلني غسول للوجه هو أرواج، بقول لكم عنها شوي. ناتشرال معروفين مرة بالسيرومات حقتهم إنها شيء مرة حلو، فالحين نجي الغسول من تجربتي ليه. بعطيكم مثال بسيط، تعرفون وجهكم تصير شمس مشرقة، تصير كذا صحية، ملمسها مرة حلو، إيه هذا الغسول يعطيك هذه النتيجة، حلو مرة. وفوق هذا تخيلوا إن سعره كان 110 وشي، صار بالأربعينات، مرة حلو صراحة. هنا سويت سواتش على يدي عشان تكون الألوان واضحة، كل الألوان مرة حلوة صراحة. وهذا أكثر براند إذا شريتي منه ما تتحسرين أبدا، لأنه مرة ثابت. وفوق هذا ترى كل الألوان مات، بس إذا حطيتيها ما تتشقق شفايفك أبدا، ويعطيك ملمس مرة حلو للشفايف، فصدق لا تفوتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.